شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أنه لن يتنحى من منصبه رغم أزمة الاستقالات التي تعصف بحكومته، مؤكدا في كلمة أمام مجلس العموم أن آخر ما تحتاجه البلاد هذه الفترة الحالية هي الانتخابات المبكرة. كما أعلنت الحكومة البريطانية أن جونسون أقال وزير الإسكان مايكل جوف، الذي أفادت وسائل إعلام محلية أنه دعا في وقت سابق رئيس الوزراء إلى الاستقالة. نحن الآن قادرون على توفير 2200 جنيه استرليني شهريا لأفقر 8 ملايين عائلة في هذه البلاد. نحن نعمل على تحسين الأزمة وسنستمر بأعمالنا ومشاريعنا النشطة لصالح هذه البلاد. يجب أن نتحد جميعا، وذلك لكي تتمكن الدولة برمتها من الازدهار.